مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا او فلسطيني تركيا سيد محمد مشينش. انا بك سيد محمد، بدايه كيف تقرا اهميه القمه الاسلاميه وتوقيتها وما خرج عنها من قرارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك وتحيه لكل مشاهديك الكرام في رمضان كريم على الجميع ايضا. اجمعين. بلا شك ان سرعه التداعي لهذه القمه امر ملفت وامر ايجابي بان تتداعى دول العربيه والاسلاميه لاجتماع طارئ للتباحث بشان القدس. هذا امر طيب، ولكن للاسف كان الحضور لا يرقى الى مستوى الحدث، ولا حتى المخرجات كانت ترقى الى مستوى ما يخطط له وما تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الكيان الصهيوني. القمة أكدت أن نقل السفارة الأمريكية لا يغير وضعها، هل تعتقد أن الدول المشاركة في القمة يمكن أن تتخذ خطوات دبلوماسية مستقبلية ربما في هذا الصدد؟ يعني بلا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية بقرارها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترافها كعاصمة الكيان الصهيوني انما هي ضوء اخضر لهذا الكيان لكي يمارس اجرامه المتواصل. لذلك انا اقول ان الاجراءات الدبلوماسيه التي يجب ان تتخذ هي كان يجب ان تتخذ من الاصل بحق هذا الكيان الصهيوني الغاصب الاستعماري، لا ان تنتظر جريمه بعد جريمه، وهكذا تستمر الجرائم وفي كل مره الاجتماع ولا يخرج بنتائج ايجابيه تطبق على الارض. لذلك انا اقول المخرجات التي خرجت من القمه بسبب ضعف التمثيل الرسمي الاسلامي في هذه القمه لم يكن بالمستوى المطلوب. صحيح ان المستوى التركي كان حاضرا وبقوه وتركيا عازمه على مثل هذا الموضوع، ولكن تركيا لوحدها لا تستطيع ان تقف وجه امريكا ووجه هذه المخططات الكبيره. طيب، القمه الاسلاميه دعت الى توفير حمايه دوليه للشعب الفلسطيني بالتزامن مع مشروع قرار في الأمم المتحدة وأيضا تصاعد الحديث عن هذه الخطوة بالفترة الماضية، هل تعتقد أن هذه الخطوة قضية حماية للشعب الفلسطيني يمكن أن ترى نور بالمستقبل؟ يعني لا هي ليست أول مرة يتم المطالبة فيها بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ولكن للأسف نحن وجدنا أن كل القرارات الأممية تلقى ويضرب من قبل أمريكا، وفي اليوم وفي الحالة التي يكون هناك إجماع دولي فإن الفيتو الأمريكي يكون حاضر. كلنا شاهدنا كيف أن الأمم المتحدة صوتت بالأغلبية الساحقة ضد قرار ترامب، ولكن على بالأسف ما الذي جرى على الأرض كان هناك إصرار وتنفيذ لما أراده ترامب. بالنتيجة ما دام هناك فيتو أمريكي يستطيع أن يوقف أي قرار أممي فما فائدة مثل هذه القرارات إذا كنا نبحث عن مثل هذه الفعاليات أو الأنشطة. الأصل أن يكون هناك مقاطعة حقيقية من الدول الإسلامية التي تهرول تجاه التطبيع مع هذا الكيان، على الأقل أن توقف هذا الهرولة نحو التطبيع وتقطع العلاقات مع هذا الكيان، وبالتالي سيضطر إلى وقف هذه الإجراءات. هذا أقل شيء، لا أقول أكثر من هذا. طيب، طبعا بالحديث عن الدور التركي قبل قليل تطرقت حضرتك إلى الدور التركي وقلت بأنه تركيا وحدها لا تستطيع أن تفعل كل شيء، ولكن الدور التركي عندما نتحدث عن إعادة الفصائل الفلسطينية لمائدة المصالحة، هل ربما تركيا تستطيع أن توحد الصف الفلسطيني أو تكون عامل مساعد مؤثر كذلك بتوحيد الصف الفلسطيني قضية الجهات السياسية تحديدا؟ يعني بلا شك أن تركيا عامل أو لاعب رئيسي في المنطقة ولاعب إقليمي له تأثيراته الكبيرة. تركيا تمتلك علاقات مميزة مع حركة حماس وتمتلك علاقات متميزة مع حركة فتح ومع السلطة الفلسطينية، وبالتالي دخولها على خط المصالحة الفلسطينية بلا شك سيكون له أثر إيجابي، خصوصا أن الطرفين الفلسطينيين لهما علاقات مميزة مع تركيا، وتركيا من أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهي كذلك من أكبر الدول التي تدافع عن حركة حماس في المجتمع الدولي. وبالتالي أعتقد تركيا بتوحيدها الفصائل الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية وتعزيزها إنما هو خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية. الفصائل الفلسطينية جيد أن تتوحد وجيد أن تكون خطوها موحد، ولكن يجب أن يكون خلفها قرار من الأمة الإسلامية جميعا باتجاه وقف هذه الانتهاكات وأن تدافع عن القدس موحدة. الفلسطينيون في الأمام ومن خلفهم الأمة الإسلامية جميعا. كنت معنا من اسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا سيد محمد مشينش، شكرا جزيلا لك.